من جبال سلطنة عمان إلى سوق الذهب في الإمارات العربية المتحدة، إلى مزرعة للإبل في السعودية، إلى أهرامات مصر، ثم مغارة كفر حيم الطبيعية في لبنان، جال الملحن والمؤلف الموسيقي جامري رياشي بصحبة فريق من الموسيقيين في البلاد العربية ليستلهم الموسيقى من المكان، صانعاً وفريقه نغماً جديداً مليئاً بالحياة. شوفي، أنا دائما كنت سجل بلبنان، بأوروبا، سجلت بأمريكا، بس ولا مرة جيت على الصحراء. يعني حتى مثلا عمان أول مرة بزور عمان، السعودية كنت روح زور أصدقاء، بس ولا مرة رحت لفتش على ساونز. ولما أجت هالفرصة أنا نسجل أغنية، هي فكرة إنك تسجلي برات استوديو، وردي الفكرة لحالها كافية إنه تكون إنسبيريشن، تلهمك لحتى تعمل شيء مختلف تماما. صحارى العرب تجربة موسيقية جديدة على مستوى العالم العربي، سجلت في كل مكان زاره الفريق من دون أي تقنيات صوتية، ثم أعيد جمعها بانسجام على يد منسق الموسيقى السعودي عمر باسعد. هذا البروجكت يبين لما احنا جمعنا الاصوات من الخليج، من لبنان، من مصر، انه كيف احنا يمدينا ندمج both parties of the EDM music واللحن العربي. صحارى العرب التي تمزج ما بين الألحان العربية والشرقية توثيق لموسيقى المكان الطبيعية، وهنا يأتي دور الإخراج ليكمل اللوحة الفنية. ما أعجبني في الفكرة أننا سنذهب في رحلة لا نعرف عنها شيء، باستثناء أننا سنحمل بعض الآلات. جان ماري فنان رائع، وكنت أعرف أن الأمر سيكون ممتعاً. لم أكن أعرف ما هي الأغنية، لكن لو كنت أدري عنها لكان التصوير سيصبح مختلفاً. في العالم العربي أصوات كثيرة بحاجة لمن ينصت إليها، لعل بادرة جان ماري رياشي تكون الأولى من نوعها لتفتح بابا جديدا ولتكتشف نوعا آخر من الموسيقى، هي موسيقى الطبيعة التي ننصت لها يوميا وسط زحمة الحياة العملية من دون أن نشعر بمتعتها.